للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ زكي القاضي. صباح الفل عليك أستاذ زكي. صباح الخير يا دكتورة وصباح الخير على كل اللي بيتابعونا. صباح الخير على حضرتك. تنمية الصعيد والبحث عن أحلام المواطن في صعيد مصر كان حلم الحقيقة في حد ذاته أنه يحصل، بدأ بالفعل يحصل برؤية استراتيجية واضحة لأهم أولويات هذا الملف الهام جدا. كيف ترى بدء تنفيذ هذا الحلم، حلم تنمية الصعيد؟ يعني خلينا نقول في البداية أن الدولة المصرية منذ 2014 بدأت تشوف نفسها وبدأت تشوف تفاصيلها اللي كانت متروكة لعدة عقود مضت بدون يعني أي تغيير حقيقي أو بدون أي تدخل حقيقي من الدولة المصرية أو حتى أي تطبيق لفلسفة يمكن رؤيتها وقراءتها وتحليلها. وبالتالي منذ 2014 وضعت الدولة المصرية رؤية وفلسفة تعتمد في المقام الأول على فكرة تنمية القوى البشرية في المجتمع المصري، بالإضافة إلى إنشاء بنية تحتية بتساعده على انه يكون يعني مهيئ ان هو يستقبل كافه التطورات والتطلعات الجديده للدوله المصريه وللقياده السياسيه، وكان طبعا الصعيد في قلب ذلك. ونذكر يعني في البدايه مبادره حياه كريمه، ويعتبر القوام الرئيسي فيها هم المستفيدين منها هم اهالينا في الصعيد. وفيما اننا يعني في مرحله الحصاد العمل 2022، نذكر ان البدايه الحقيقيه في هذا العام كانت مع اسبوع تنميه الصعيد، واللي سيادته يعني ظل لمده تزيد عن اسبوع في محافظات الصعيد يقترح عدد من المشروعات الكبيره والضخمه، وزار عدد من القرى، بالاضافه اللي احنا نتذكر يعني صناعه فكره الهويه البصريه لمدينه اسوان وخلافه. من اسبوع كان يشمل في المقام الاول ان احنا بنقول ان ده اسمه اسبوع الصعيد، وان القياده السياسيه متواجده على مدار الاسبوع، وان هي يعني تبدا تضع كثير من المشروعات القوميه. واظن كمان ان فكره اطلاق مشروع الصعيد في عام 20 نهايه عام 2021 اخر اسبوع وبدايه عام 2022، اظن ان هذا الامر ربما يتكرر مستقبلا، وان الدوله المصريه تفتتح عدد من المشروعات في القريب، وبالتالي احنا امام منظومه متواصله ان احنا نخدم بها اهلنا في الصعيد. وخلينا ندخل على طول تحديدا في المعلومات. نتذكر يعني وقوف اهالي المرجده امام سياده الرئيس في قنا على سبيل المثال، الحاج حماد بيتكلم مع سيادته وبيقول له ان احنا يعني اول مره بيقولوا على مشروعات، فسياده الرئيس وقفه قال له انت المشروعات اللي بتقول ان هي واقفه دي كانت واقفه امتى؟ فالحاج حمام قال له لا دي من ايام الوزيره الفلانيه اللي هي من 30 سنه. فعايز حضرتك تتخيلي الاشاره من ان مواطن بيشرح لسياده الرئيس ان في مشروع بدأ من 30 سنة واتساب، وكان مهم، كان المفروض يكمل المشروع، كان مهم بالضبط. فلما الدولة المصرية جت في 2014 وما بعدها بدأت تتحرك على المشروعات بشكل واقعي، وأنا دايما بحب أؤكد على إن إحنا دولة أصبحت قوية في المضمون، ما أصبحتش دولة هيكلية، لا دولة دخلت في المضمون، فبدأت تنفذ الموضوع بشكل حقيقي وشكل على فكرة مكلف للغاية. يعني إحنا لو نتذكر برضو في إحدى الإشارات للدولة المصرية في عملها على مشروعات الصعيد فكرة المحاور العرضية على نهر النيل، احنا زمان كان اهلنا في الصعيد عشان يروح مثلا يعدي النيل كان لازم ينقل من مركز لمركز، المركز لمركز دي فيها ما يقرب 30 40 50 كيلو عشان يعرف يتنقل الناحية الثانية من النيل، اصبح دلوقتي محاور عرضية، المحور ربما يصل او اتذكر ان بني سويف وصل المحور المستشار عدلي منصور لمليار جنيه. فبالتالي هي الدولة حطت على عاتقها ده ان هي تضع المحاور عشان تمد شريان الحياة ما بين شرق وغرب النيل عشان يستفيد بيه اهالينا في محافظات الصعيد، بالاضافه الى عمليات التنميه على جانبي النيل، ونذكر منها المثلث الذهبي وهو يعني جزء معني بتنميه الاراضي الزراعيه، حتى ان مشروع مستقبل مصر اللي بيتعمل في الدلتا في شمال مصر اصبح ليه فرع موجود في الصعيد بينمي جزء من اللي بيخدمه محافظات اسيوط والمنيا والاقصر واسوان. وخلينا نقول برضو ان محافظات الصعيد دي تضم جانبيها الوادي الجديد والبحر الاحمر، وهم برضو محافظات الحمد لله الدولة المصرية اتحركت عليهم بشكل كبير للغاية في تطوير قطاعات السياحة. طيب. وربطها بالنيل. بالحديث بقى يا أستاذ زكي عن الربط والحديث عن مشروعات زي مشروعات في الدلتا وغيرها من المشروعات، في العرض في الانفوجراف اللي قدمناه من شوية
من ضمن النقاط المهمة جدا اللي ما ينفعش كده نعديها إلا لما نسأل حضرتك عليها، فكرة إنشاء المناطق اللوجستية في الصعيد. وهنا ممكن دي تعدي على ناس كتيرة قوي، بس ممكن ناس تانية تستوقفهم، ده فكرة ربط صعيد مصر بباقي المحافظات، ربطه بمشروعات، ربطه بطرق، إنه الصعيد العزلة يا أستاذ زكي اللي كانوا أهلينا هناك، الكلمة دي حتى كانوا هما بيقولوها على مدار سنوات طويلة جدا، العزلة دي اتفكت، الصعيد بقى في قلب مصر وبقى مربوط بمصر. إزاي بتشوف أهمية إنشاء هذه المناطق اللوجستية؟ بالضبط يا دكتورة، هو فكرة إن إحنا فعلا ما كناش لوقت ربما مر علينا 50-60 سنة ما كناش شايفين شكل الدولة حقيقي بكافة اتجاهاتها. إحنا عارفين إن جمهورية مصر العربية بتتكون من 27 محافظة وخلافه من كلام ربما يكون موجود في الكتب، لكن إن الدولة المصرية الدولة المركزية ترى من الأقصر إلى أو من أسوان إلى الإسكندرية ومن رفح إلى السلوم، ده كان محتاج إرادة حقيقية. الدولة المصرية بقى لما دخلت الصعيد، وهي دخلت برضو يعني دخلت مصر كلها يعتبر منذ 2014 اتحركت على كافة يعني المسارات، لكن تحديدا في هذا التقرير أو هذه المداخلة اللي احنا بنتكلم فيها عن الصعيد، بالفعل الدولة المصرية رأت ان هي عملية الانتقالات ما بين المركزية واللا مركزية، ان احنا نصل علينا الصعيد، فأصبح لديهم يعني حاجات تجذبهم فيها مجال العمل والمجمعات الصناعية تشتغل عليها، تشتغل على المناطق اللوجستية، وهذه المناطق مناطق جاذبة للاستثمار، بحيث ان احنا نقلل من اعداد الهجرة الداخلية ما بين اهلنا في الصعيد للقاهرة والجيزة والاسكندرية وخلافه. فبالتالي كانت الدولة المصرية عندها رؤية ان احنا ليه ما نروحش لاهلنا في الصعيد ونعمل لهم مجمعات صناعية، وبالفعل هذه المجمعات الصناعية لاول مرة تنشأ وتبقى موجودة بهذا العدد الكبير في محافظات الصعيد. وخلينا برضو عشان تبقى الامور واضحه، الاقصر واسوان برضو من الصعيد، والاقصر واسوان برضو كانوا جزء مهم جدا من رؤيه الدوله المصريه، ونتذكر طريق الكباش والافتتاحات العظيمه التي حدثت فيها في الاقصر واسوان، وكانت يعني برضو امور هي جاذبه وتعود للعائد الرئيسي على ابناء الصعيد ان هم يستفيدوا من تطوير هذا القطاع. ومرور حتى بفكره المنيا، عندنا في افتتاحات في قطاعات مشروعات زي البترول وغيرها، كل دي كانت عوامل بتفكر فيها الدولة المصرية ان هي ازاي تخلق فرصة لابناء الصعيد ان هم يكونوا شغالين لديهم يعني في محافظاتهم، انهم يكونوا قريبين من اسرهم، واحنا طبعا عارفين ان اهل الصعيد بالذات بيحبوا دايما مرتبطين بالعائلة. ففكرة الانتقالات اللي هي او بما يسمى مصطلحا الهجرة الداخلية اللي هي من الصعيد الى القاهرة والجيزة، ربما كانت نفسيا بشكل كبير بتضايقهم، فعشان احنا نوجد لهم فرص استثمار كان هنحتاج ان الدوله المصريه تتدخل، والدوله المصريه بالفعل تدخلت وصرفت يعني من اموال طائله عشان توفر هذه الفرصه. انا طبعا مش بنقول ان احنا وصلنا لافضل حال، برضو عشان الناس تبقى معانا، احنا مش بنقول ان احنا وصلنا لافضل حال او اقصى حاجه ممكن نعملها، لكن احنا طول ما الدوله المصريه ماشيه على الطريق ده هنوصل في يوم من الايام ان احنا نعمل عمليه على الاقل عمليه الاستقرار، ان هم يقدروا اكبر عدد يبقى مستفيد، عشان برضه تبقى الامور متضحه وتبقى الامور في سياقها الطبيعي، وان برضه اللي بيسمعنا يبقى عنده يقين ان الدوله المصريه اتحركت. طب اتحركت وفق امكانياتها الحاليه، لكنها برضه تسعى وتضع في مساراتها وفي خططها المستقبليه ان هي توسع هذا الامر. وانا زي ما قلت في البدايه، اظن ان فكره اسبوع الصعيد او المشروعات اللي بتتم على مستوى الصعيد هيتم تطويرها كمان، وهتفضل متصل وهتفضل مستمره، وهيفضل البراند بتاع كلمه اسبوع الصعيد ده مستمر معانا باذن الله لسنوات مقبله، بما يحقق يعني عائد مباشر على المواطن من اهالينا في الصعيد. الكاتب الصحفي الاستاذ زكي القاضي، كل الشكر يا فندم لوجودك معانا.